ده سبيكي ايه ده حركتها ازادية ده كل شهيد كتيها يك جوانجي هبال حقي قرارها هبال حقي قرار حزار ونسد وحفتي وحفتة حجدي قولاني لانتا بي لسر دست استيركا الصور ايكو قريداي بدكيبو شهيد خستن هنا بكي كان هاتبوها فاكرني بشتي كو شهيد هبا الحقيقة قرار هذا شهيد خستن بشتي وسالك حزبا بكي كي هاتا فاكرن لسر خونا الشهيدة جبوه سروكابو دبيجا بكي كي بارتيا الشهيدة يا PKK پارتیا کارگرا او پارتیا امال آیا پارتیا فقیر آیا جبوه ایرو کومبو نامه لسر شهادت احوال حقی قرار او حمو شهید مها گلانه اکو جبو آزادیا گلی کرد گلی عرب گلی ترک اکو جان خود آیا استشهد حقی قرار في مؤامرة تم ترتيبها ضده في عام 1977 وهو من أصول تركية من سواحل البحر الأسود وبعد ويعد من أكثر أعضاء المجموعة إخلاصاً وتضحية لكن من الممكن أن لا تتوجه هذه المجموعة إلى طريق التطرف وهنا أيضاً توجد نقطة تشابه ملفتة للانتباه فمثلما أدى صلب النبي عيسى إلى تقوية إيمان وعزيمة الحواريين وإلى انتشارهم في كل مكان كذلك أدى استشهاد حق قرار إلى النتيجة ذاتها فقد أصبح